فإذا تم الإنسان سعيه فإنه يحلق شعر رأسه أو يقصر، والحلق أفضل من التقصير، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: والمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: والمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: والمقصرين. قال: وللمقصرين. حديث متفق عليه، ولأن الله سبحانه وتعالى بدأ به في قوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. قال النووي رحمه الله تعالى: ووجه فضيلة الحلق على التقصير أنه أبلغ لله تعالى، أنه أبلغ لله تعالى، ولأن المقصر مبق على نفسه الشعر الذي هو زينة، والحاد أو المعتمر مأمور بترك الزينة، بل هو أشعث، بل هو أشعث أغبر. وإذا أراد أن يقصر فلا بد أن يعمم جميع شعر الرأس، لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. ومن المعلوم أن الإنسان إذا قصر ثلاث شعرات من جانب الرأس لم يعد مقصرا، ولأن حلق بعض الرأس دون بعض منهي عنه شرعا، قاله شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. وأما المرأة فتقصر من شعر رأسها بقدر أنملة فقط، ومن نسي الحلق أو التقصير في العمرة فطاف وسعى ثم لبس قبل أن يحلق أو يقصر، فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ويحلق أو يقصر ثم يعيد لبسهما.